تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ اليوم صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد زيادة عدد المستفيدين 1 مليون أسرة إضافية. يأتي ذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة. ويبدأ مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من اليوم الصرف خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد.